هاي، أنا فريدة الخادم ودي الحلقة الأخيرة من تسالي رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. هنتكلم النهاردة على المسلسلات اللي تابعناهم من أول شهر رمضان واللي بدأوا في النص التاني من شهر رمضان. نهايات كتيرة ومختلفة جدا، وفي حاجات كمان كانت برا الصندوق خالص، فخليكم معانا. مسلسل الحشاشين، احداث كتيره جدا، هحاول اعمل لكم ريكاب سريع. كان حصل حصار للقلعه، غير بقى حصار القلعه دخلنا في احداث كتيره قوي حصلت. كان في شخصيه الامام الغزالي اللي كان بيقوم بدوره نضال الشفاهي. الامام الغزالي كان من الشخصيات المهمه جدا في الاحداث، لانه بيوريك الفرق ما بين التفكير بتاع حد متطرف فكريا زي حسن الصباح وفكر الامام الغزالي. الامام الغزالي بيحاول يقضي على الفكر المتطرف بتاع حسن الصباح، فكان الدور معمول حلو قوي قوي من نضال الشفاهي. احداث بقى كتير هتحصل بعد كده، زي ان حسن الصباح بيؤمر بقتل ناس كتيره جدا من اهم الناس في حياته. مبدئيا كده هو امر بقتل نظام الملك اللي هو صديقه الانتيم، زي ما حكيت لكم قبل كده. هما كانوا اتفقوا ان هما الثلاثه، نظام الملك وحسن الصباح وعمر الخيام، ان في عهد ما بينهم ان اللي منهم هيوصل لمنصب كبير هيشد الباقي. وحسن الصباح هو اول من خان العهد، وخيانته للعهد كانت لما اذى نظام الملك في شغله، لما كمان امر باغتياله. بعد كده لما ابنه الكبير خالف طوعه عمل حاجات ضد اللي حسن الصباح عايزه، بمنتهى البساطه امر بقتل ابنه الكبير. انتوا متخيلين الاب يقتل ابنه بدم بارد؟ وبعد كده شفنا تسلسل المشاهد كتيره جدا لمنى نور الدين اللي بتقوم بدور دنيا زاد، مرات حسن الصباح الحزينه على ابنها اللي اتقتل، اللي عايزه تنتقم من جوزها اللي هو اصلا حبيبها. بعد كده بقى بيقتل زيد ابن سيحون اللي هو بيقوم بدوره احمد عيد. ده تيرنينج بوينت لاحمد عيد في مشواره تماما. زيد ابن سيحون ده هو مش راجل على فكره مؤمن بجد بحسن الصباح، هو يمكن يكون في وقت كان بيصدق حسن الصباح بجد، او هو ضحك على نفسه عشان يصدق حسن الصباح، عشان يحس ان هو ماشي في ميشن بجد. وفي الاخر بيتم الامر بقتله. خير راجل عادي جدا يقتل صديق عمره ورفيق الرحله وابنه الكبير، تقول خلاص خلصت على كده؟ لا، ازاي يبقى قاتل مراته كمان؟ دنيا زاد، احنا قعدنا فتره في بعض الحلقات دنيا زاد عندها صراع ما بينها وما بين حسن الصباح، هي مش مسامحه على قتل ابنها وعايزه تنتقم لابنها باي شكل. بتقرر انها تهرب من قلعه الموت بمساعده ابنها الصغير الهادي، وبالفعل بتمشي هي وخديجه بنتها من قلعه الموت، وبيروحوا اصفهان وبيروحوا يستخبوا في بيت عمر الخيام صديق حسن الصباح. وبعد كده السلطان بيجي له خبر ان دنيا زاد قاعده في بيت عمر الخيام، فبيقرر ان هو يستضيفها في القصر عندهم وتبقى تحت حمايته. بس بعد شويه دنيا زاد بتطلب منهم ان هي عايزه ترجع بيتها اللي هي كانت عايشه فيه في اصفهان، لان هي عندها مهمه عايزه تعملها. ايه هي المهمه؟ المهمه ان هي عايزه تقعد مع ستات مدينه اصفهان وتتكلم وتحكي حقيقه حسن الصباح، وان الراجل ده راجل مجرم كفر بالدين، وان هو مش مصدق غير في نفسه. كلامها كتير عن حسن الصباح ابتدى يقلل من نجوميه حسن الصباح، وناس كتير ابتدت ان هي ما تبقاش ماشيه ورا حسن الصباح زي الاول. لما حسن الصباح جاله خبر بالكلام ده امر انها تتقتل، بس المره دي قال لك لا، ما ينفعش بقى ايه مختار راجل يروح يقتلها، عيب. فقرر ان يبقى في مختاره ست، فبعت لها فدائيه من اتباع قلعه الموت واتباع حسن الصباح. الست دي قتلت دنيا زاد في عز النهار قدام كل الناس، قدام بنتها خديجه، وكمان خدوا خديجه ورجعوها لابوها. ووقت ما جه خبر قتل دنيا زاد، كان ساعتها الهادي قاعد مع ابوه حسن الصباح بيكتبوا سيره مولانا حسن الصباح. وبمنتهى البساطه الولد عرف ان امه اتقتلت، وحسن الصباح بيقول له يعني بقاء لله، عادي جدا. الهادي بقى بيتم تاهيله في الفتره دي ان هو يبقى مولانا القادم، ويبقى هو حسن الصباح اللي جاي، او هو خليفه حسن الصباح. بس برزق اللي عمله سامي الشيخ، كان يعني هو من الناس اللي ساعدت على فكره في قتل زيد بن سيحون، وبرزق كمان هيقتل ابن حسن الصباح الثاني. مين بقى ابن حسن الصباح الثاني ده؟ كان في يوم حسن الصباح قرر يخرج بره قلعه الموت، وقابل بنت راعي غنم، وقرر يتجوزها عشان يخلف منها ولد. ده الكلام ده بعد ما دنيا زاد سابته. وبالفعل بعد ما اتجوزها وكان بتقوم بالدور ده امينه خليل، حملت بولد، والمفروض قال لها لما تولدي الولد ده ويكبر كده ويبقى عفي تبعتيه على قلعه الموت. لما برزق عرف ان في واحده بتقول ان ابنها ابن حسن الصباح، امر برده بذبحه هو وامه. فبرزق تسبب في ان ما بقاش في نسل لحسن الصباح، فبالتالي مين هيبقى خليفه حسن الصباح؟ وكان في مشهد رائع في نهايه المسلسل، وحسن الصباح ابتدى يفوق بعد ما ادرك ان هو قتل صديق عمره
عمره ورفيق الرحلة وحبيبة عمره مراته، وابنه الهادي اختفى أو مات، وابنه الكبير هو قمر بقتله، غير ابنه الجديد الطفل اللي جاي له من رعاية الغنم دي اللي برضه اتقتل. وحس اللي هو ايه ده، انا عملت ايه؟ المشهد النهاية أو نهاية المسلسل كانت نهاية قاسية جدا، بس نهاية يستاهلها، جنون العظمة وجنون إن أنا صاحب مفتاح الجنة. وبعدين في الآخر تطرق بقى ووصل لمرحلة إنه مولانا قال لي إن أنا مولانا. عايزة بقى أتكلم على البورتريل بتاع حسن الصباح بتاع كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز عمل حاجة صعبة جدا، لما يبقى عندك شخصية فيلن شريرة لازم تتكره بكل الأشكال زي حسن الصباح، وأنت تبقى مش عارف تكرهه، دي شطارة غير عادية. شخصية حسن الصباح شخصية استثنائية جدا، وتم تقديمها بشكل حلو جدا. فنرجع ونقول إن السبب الرئيسي للفكر ده إنه ينتشر في أي زمن أيا كان بقى، وقت الحشاشين أو الزمن بتاعنا، هو إن الناس ما تبقاش متعلمة كفاية. إخراج رائع لبيتر ميمي، سارة الشامي ودور نورهان كانت رائعة. المشهد اللي ما بينها وما بين يحيى أحمد عبد الوهاب مشهد رائع، لما شافوا بعض ولقوا بعض عند السلطان كان لازم أتكلم عنه بجد. برافو ليهم كلهم، لازم تتفرجوا على الحشاشين. مسلسل بدون سابق انذار. المره اللي فاتت كنا وقفنا في المرحله بتاعه الراجل الادمن بتاع الجروب اللي على الفيسبوك اللي ليلى بعتت له عشان خاطر تعرف ابنها ممكن يكون فين، لان هو بلغها ان هو عارف مكان ابنها. هنعرف في الحلقات اللي بعد كده ان الراجل ده متفق مع حد من اللي كانوا بيشتغلوا في المستشفى، وعنده علم على الورقه المتشاله من الدفتر اللي فيه الولاده، مين اللي اتولد يوم كذا، واسامي الاطفال اللي كانت موجوده في الحضانه. وفعلا مروان وابن عمه قدروا ان هم يمشوا ورا الراجل ده بعد ما ادوله الفلوس علشان خاطر يبعت لهم اللوكيشن بتاع الولد فين. مروان ذكي جدا، حط جي بي اس جوه الشنطه اللي فيها الفلوس، فقدر ان هو يوصل للراجل. ولما وصل له عرف ان هم في الاخر بيفتوا، وان هم الاخر ناس غلابه يعني بتحاول تطلع سبوبه من اي حاجه، وان هم ولا يعرفوا اي حاجه ولا ان هم ليهم علاقه بالتبديل او حتى بالممرضه اللي اسمها صحر. مروان وليلى كانوا موجودين في المستشفى وكانوا بيتكلموا على موضوع ان هم بيدوروا على ابنهم الحقيقي. فمين سمعهم؟ عمر سمعهم وهو قاعد في الاوضه جوه، وطبعا يا حبيبي الولد جاله انهيار وابتدى يعيط. كان مشهد رائع للممثل الصغير الجميل سليم. وافكار طبيعيه تيجي لطفل زي ده، ان هما هيبقوا مش عايزيني، ان هما هيسيبوني. لما مروان وليلى طلعوا بره الاوضه، عمر قام ولبس وخد الكريدت كارد بتاعت مامته وهرب من المستشفى. وبعدين بنلاقي مروان وليلى لما بيرجعوا الاوضه بيلاقوا ان ابنهم مش موجود، بيتجننوا، بيبصوا في الكاميرات بيلاقوا ان عمر طلع بالفعل من المستشفى، بس عشان هو ولد صغنون راح وقف في محطه بنزين اشترى حاجه بالكريدت كارد، فقدروا ان هما يروحوا عند محطه البنزين دي ويلاقوا بعدها عمر في الشارع وياخدوه يرجعوا بيه المستشفى يقعدوا يتكلموا معاه. طبعا الاول نفسيه الولد بتبقى صعبة جدا، بس بمساعدة الدكتور النفسي بتاع المستشفى بيقدروا ان هما يعدوا الموقف ده، وان عمر يبتدي يستوعب الموقف اللي هو فيه. وفي نفس الوقت مروان مكمل في طريقه في البحث عن الممرضة سحر، وفي الاخر بيقدر يوصلها لما بيروح المستشفى وبيطلب منهم نمرتها، وبالفعل بيوصلها ويوصل لعنوانها كمان، وبيروح لها البيت وبتقابله بنتها اللي هي عاملة دورها مريم الخشت كضيفة شرف. كان حقيقة ظهور خاص حلو منها. ولما بيوصل بيلاقي مريم الخشت دي عندها ابن في نفس سن ابن عمر، فبيسلم على الولد الصغير علي وبيقول لها انا محتاج اقابل مامتك لان هي كانت موجوده وقت ما ابني اتولد، وهو اتولد يوم كذا كذا. فالولد الصغير بيقول له ايه؟ بيقول له ده انا عيد ميلادي يوم كذا. فبيشك طبعا او شبه بيتاكد كمان انه ايه الصدفه الغريبه دي ان الولد الصغير ده يطلع نفس عيد ميلاد عمر، ففي احتمال كبير ان سحر دي هي اللي وراها السر كله. وبالفعل هيطلع كده. بعد كلام مروان مع الممرضه سحر بيقول لها ظروف عمر، وان عمر دلوقتي في المستشفى ومحتاج عمليه زرع نخاع، وان هو بيحاول يوصل لاهله الحقيقيين، وان لو هي تقدر تساعده فهي هتوصله ان هو يساعد الطفل ده اللي ظروفه صعبه، غالبا لو ما عملش العمليه ممكن ما يكملش حياته، فهي ما بترضاش تساعده خالص. وبعدين بنلاقي مواجهه ما بين سحر وبنتها اللي بتقوم بدورها مريم الخشت، تبتدي تشك ايه الصدفه الغريبه دي ان الراجل اللي جاي لهم اللي هو مروان ابنه يبقى مولود في نفس اليوم اللي ابنها مولود فيه. وبنعرف كده من الحوار اللي ما بين سحر ومها ان مها عندها مشكله، كل مره كانت بتولد ابنها كان بيموت، فشكل كده ان مامتها اللي هي سحر كانت عايزه بقى تبدل الطفل عشان خاطر تضمن ان بنتها الابن هيعيش. يعني بتحصل بعد كده ان ليلى برضو بتكتشف ان مروان بيشتغل مع فريده حبيبته القديمه اللي هي بتقوم بدورها بسمه. المشهد بقى اللي بعديه بيكون ايه؟ قبل الحلقه الاخيره، بعد الحوار اللي
دار ما بين بها ومامتها الممرضة سحر، فمها قررت انها تروح لمروان المستشفى اللي هو قال ان ابن عمر فيها، وبتروح وبنشوف الكونفرسيشن اللي هيدور ما بين مها ومروان وليلى. وما بتقول لهم ان هي مستعده تعمل التحليل بتاع الدي ان ايه عشان تعرف هي فعلا ام الولد ده ولا لا، ولو هي اصلا كمان مطابقه للولد ده وتقدر تعمل له عمليه زرع النخاع فعلا ولا لا. بس بتقول لهم شرط، انا هساعدكم بس علي هيفضل ابني ومش هتاخدوه مني. وبالفعل بيوافقوا، بتعمل التحليل وبتطلع مطابقه 50%، وعمر بيعمل العمليه والعمليه بتنجح. وبيبقى في مشهد رائع لمها او مريم الخشت قدام المستشفى وهي واقفه هتموت وتزور الولد اللي هي عارفه ان هو ابنها، هل صحته بقت احسن ولا لا. مكالمه تليفون كان مشهد بجد ماستر سين حلو قوي قوي لمريم الخشت مع اسر ياسين على التليفون. وبعدين بتطلع تقابل عمر، بس طبعا قبل ما ده بيحصل مروان بيأهل ابن عمر ان هو هيقابل مامته الحقيقيه. مروان اتكلم مع عمر بشكل عاقل وقال له انت ابننا وهتفضل ابننا بالفعل، بس انت دلوقتي عندك مامتك اللي ولدتك بتحبك وهي اللي على فكره تبرعت لك بالنخاع، فعشان كده انت عملت العمليه وبقيت كويس. وفعلا عمر بيقابل مها وبيبقى مشهد لطيف جدا جدا. وبعد كده ليلى بتطلب من مها ان هي نفسها تشوف ابنها علي، فعلا مها بتوافق. ليلى بتروح تشوف علي وبتقابله في بيت مها. وبعدين نهايه المسلسل بتبقى لطيفه جدا، مها اتعرفت على عمر وليلى اتعرفت على علي، وحتى عمر وعلي ابتدوا يبقوا اصحاب وابتدوا يبقوا قريبين من بعض. فدلوقتي الولدين الصغيرين بقوا عارفين ان الموقف كله هما الامتين اتحطوا فيه غصب عنهم، ما كانش بايدهم خالص. وبقى النهايه بتاعه المسلسل، وده اللي عجبني من هاني خليفه، انها كانت نهايه ايجابيه، ان في الاخر طفلين اتربوا مع بعض، لا ده اتحرم من امه الحقيقيه ولا امه اللي اتربى معاها، هيتربوا مع بعض ويكبروا مع بعض كاخوات. ونهايه كانت لذيذه، فين الولدين رايحين بابي بابي، عمر وعلي رايحين يصحوا مروان من النوم. تمثيل هايل من اسر ياسين، تمثيل هايل من عائشه بن احمد، بجد من المسلسلات الحلوه قوي في الجزء الثاني في رمضان. مسلسل جودر، المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على احداث كثيره حصلت وتطورات، وزي ما قلت لكم عندنا تو لاينز في مسلسل جودر، اللاين بتاع شخصيه جودر واللاين بتاع شخصيه شهريار. قصه جودر بيزد اون قصه شهريار، ان شهرزاد بتحكي له حدوته جودر، ودلوقتي شهرزاد وصلت في حدوته جودر ان جودر دلوقتي عند بحيره ارون، راح مرتين وكل شويه يطلع له راجل مغربي يقول له انا هنزل جوه البحيره دي، لو طلعت هقول لك الحدوته، لو ما طلعتش تاخد البغله بتاعتي وتطلع على السوق البغال اللي موجود في القاهره وتدي البغله دي لشخص معين هيديك 100 دينار، والموضوع ده اتكرر مرتين لحد ما طلع له دلوقتي مين؟ الشيخ ابو الاحد اللي بيقوم بدوره الفنان القدير احمد بدير. احمد بدير بيقول له نفس الحدوته اللي الاثنين اللي قبله بيقولها له، بس الفرق ان لما احمد بدير بينزل جوه البحيره بيطلع فعلا بسمكتين كبار، بس دول مش سمكتين، دول سمكتين مسحورين من الجن. دلوقتي بقى الشيخ ابو الاحد لما طلع فقال لجودر دلوقتي انت هتبقى معايا في رحله علشان نطلع الكنز بتاع الحكيم الشمردل. طبعا جودر بيقول له شمردل مين وحكيم مين وكنز ايه ولا فاهم اي حاجه، فبيطلع معاه في رحله على بغلتين كده رايحين فيها للمغرب. فجودر بيقول له بس الموضوع ده هياخد مننا وقت، قال له لا الحقيقه هو الموضوع هياخد مننا ساعه، ازاي ما هتروحوا من مصر للمغرب في ساعه؟ طلع ان البغلتين دول بغلتين مسحورين وسرعتهم سريعه جدا جدا، وحتى في الرحله دي بيبقى في حاجات كتيره ماجيكال بتحصل، زي ان الشيخ الاحد بيوري جودر ان هو يقدر يسحر له ترابيزه كامله من الاكل. الموضوع بجد لذيذ قوي والجرافيكس معموله بشكل لطيف جدا جدا. بيروح بقى جودر مع الشيخ ابو الاحد للمغرب للبيت بتاع الشيخ ابو الاحد، بيقابل مين؟ بيقابل جوهره اللي بتقوم بدورها طار عماد. جوهره دي بنت الشيخ ابو الاحد وهي بنت موجوده في القصر ده وغالبا زهقانه، فبتتسلى بقى على كل شويه على حد جديد، تتسلى على الحارس الامين بتاع الشيخ ابو الاحد. ودلوقتي دخل دماغها جودر اللي هي شايفه ان هو مغرور، وازاي وازاي اول ما شافني ما تهبلش عليا. فبتبتدي بقى ايه جوهره ان هي تعمل شويه العاب كده وتعمل شويه اسحار علشان تخلي جودر يحبها، بس جودر بيصدها، فبرضه الموضوع بيكبر في دماغها. اللطيف بقى ان احنا عندنا الشيخ ابو الاحد دلوقتي معاه السمكتين، السمكتين دول زي ما قلت لكم ان هم بالفعل جن. غير بقى كده بتبقى فيه زي بومه ماشيه وراهم الطريق كله، البومه دي بتطلع برضه من الجن وبتطلع داهش
اللي هو بيراقب جودر من وهو صغير، وده من الجن شواهي هي اللي ماشياه ورا جودر، بيحبسوه كده وبيرموا عليه شبكه وهو لسه في صوره بومه، بيسيبوه شويه عشان ايه يعني بيعاقبوه، وبعدين بيفكوه وبيظهر في شكله الحقيقي. داش ده المفروض ان هو جني، المفروض بقى ان هو شرير، بس بيطلع الحقيقه جني لذيذ قوي. بيطلع ان هو بيقول لجودر انا براقبك من وانت بيبي صغير، ده انا شفتك بتكبر قدامي، وبعدين انت شخصيه انترستنج جدا، انت طيب ولذيذ وعمرك ما بتعمل حاجه وحشه. فالمشهد كان بجد دمه خفيف قوي، وبيبقى فيه حوار بيدور ما بين جودر وما بين الجن اللي هو دهش، حوار حلو قوي. ودي من الحاجات اللي عجباني في مسلسل جودر، مسلسل انترتينمنت ولذيذ، طبعا ما فيهوش اي حاجه حقيقيه، بس برضو في قيم وافكار حلوه جدا، ان لا اكراه في الدين، انسان زي جودر انسان روحه حلوه ونفسه صافيه، عشان كده ربنا بيكرمه. ودلوقتي احنا في الرحله بتاعه الشيخ ابو الاحد، وهو بيهيئ جودر ان هو يقدر يفك الكنز بتاع الحكيم الشمردل، وبالفعل هنلاقي جودر دخل جوه مغاره كبيره جدا فيها بقى حاجات مسحوره كتير لحد ما هيوصل للكنز. بس هوب قبل ما يوصل للكنز الحلقه بتخلص، وبنعرف ان في جزء تاني من مسلسل جودر هنتابع فيه الاحداث ونشوف جودر هيوصل ازاي للكنز. المسلسل، القصه، الاحداث اللي بتحصل، كل حاجه بجد معموله بشكل حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم ان المزيكا طلع اللي عاملها عزيز الشافعي، وده شيء مش غريب عليه، لان انا كنت عماله اقول المزيكا الحلوه دي مين اللي عاملها. التمثيل من الكل رائع، ياسر جلال عامل زي ما قلت لكم عامل دور جودر حلو قوي، وعامل دور شهريار حلو قوي، ياسمين رئيس عامله شهرزاد بجمال ودلال ولذاذة، وفي نفس الوقت شواهي احلى فيلن في رمضان. كل الناس عماله بتشيد بادائها، مسلسل فيري انترتيننج، لازم تتفرجوا على جودر. مسلسل 2024، المره اللي فاتت كنا وقفنا ان هرم قرر ان هو هيبيع لؤي وسما، بالرغم من ان هم كانوا خاطفين ماما، وراح قال للريس غول الحقيقه بتاعتهم، وان هم في الحقيقه لا هم شادي ولا جوليا، هم لؤي وسما. فطبعا ساعتها لما الغول عرف خط جدا وكانش مصدق نفسه، بس الحمد لله سما سمعت الهرم وهو بيبيعهم، فهي ولؤي هربوا. بس قبل ما يهربوا الجرس ضرب انذار كبير جدا في البيت، طلع ان لؤي كان عايز يدخل بيت الغول ليه؟ عشان يحرق قلب الغول على فلوسه. لما وصل لخزنه كبيره قوي، اوضه كبيره مليانه فلوس، ودخل لؤي حرقها كلها قبل ما يمشي ويهرب هو وسما. طبعا في هروبهم بعيد لحقوا يقربوا، بس طبعا رجاله الغول ورجاله هرم كانوا وراهم. ففي الوقت وهم في مداهمه ما بينهم، في طلقه جت في كتف لؤي، ولؤي لما اتصاب كان بينزف جامد جدا، بس الحمد لله يعني الجرح كان من بره. وسما ساعدت لؤي وعالجت له الجرح بشكل كويس، وبعدين راحت بقى في العربيه اللي هم سرقوها من ورا دي علشان خاطر تجهز الحاجات في طريقتهم للهروب، وسمعته وهو بيكلم رسميه في التليفون من غير ما يقول لها، وبيقول لرسميه بيوصيها على ميرا بنت سما، وبيقول لها انا تعبانه، انا اتضربت بالنار، لو انا ما كملتش، لو جرالي اي حاجه لازم تهربي سما وتهربي ميرا بره البلد زي ما انا وعدتهم، وتطمني ان هم يبقوا كويسين. فالحقيقه في المشهد ده سما اتاثرت جدا، وابتدت تحس ان لؤي مشاعره ناحيتها جينيون، ان هو الراجل مش شرير، ولا هو مجرم فعلا، ولا هو عايز يأذيها بجد، هو الموضوع كله ان هو دخل واتسحل في دايره الانتقام لوالده ناظم الدين. بعد كده بيكملوا رحلتهم في الغروب، وبيلاقوا كده بيت موجود على طريق سوريا تقريبا، وبيدخلوا يستخبوا فيه. بس قبل ما يوصلوا للبيت ده، رجاله هرم ورجاله الغول قدروا ان هم يمشوا وراهم بالفعل، وكان السبب ان الغول عايز يعرف مين الشخص اللي بيساعد لؤي، ومين الشخص اللي ورا العمليه دي، الريس الكبير. وبالفعل بيقدر يوصل للمكان اللي رايح له لؤي وسما، وهو ان لؤي وسما كانوا رايحين للريس عماد، واللي بيحصل ان لؤي بيضرب على الغول نار وبياخد سما وبيهرب. وبيحصل كده مشهد لذيذ، ان عماد بيقول للغول لا وانا ما كنتش معاه، وانا بس بسنده عشان هو ابن صاحبي، وعماد بياخد الغول يعالج الغول في المزرعه بتاعته. بعد كده سما ولؤي بيقدروا ان هم يهربوا في طريقهم لسوريا، وبيروحوا يقعدوا في بيت كده مهجور، وبيكلموا كمان رسميا انها تجيب ميرا بنتها، ويروحوا للؤي وسما في البيت ده. وهم قاعدين في البيت ده بيبقى في مشهد كده رومانسي بيحصل ما بينهم، وزي ما انا توقعت لؤي وسما بيبتدوا يتعلقوا ببعض، بتحصل ما بينهم قصه حب كبيره. بعد كده البوليس بيبقى برده مراقب رسميا، فبيقدر ان هو يوصل المكان اللي فيه النقيب سما. بس لما البوليس بيوصل وبيقبض على سما، لؤي بيجي يدافع عن سما، وبيقول ان هي ما قتلتش زميلها في الشغل، وان هي متورطه في كل الموضوع ده، وان سما كانت بتضرب نار عايزه تقتله هو شخصيا. فمديرها في الشغل بيقول لها طب بصي انا هديكي فرصه اخيره، انت تجيبي لي الغول وتسلميه لي، ولو عملتي كده هتتسجني فتره صغيره على الحاجات الغلط اللي انت عملتيها دي، وبعدين هتطلعي براءه، وانت يا لؤي لو ساعدتها انا هبيض لك
تاريخك كله من كل الحاجات اللي انت عملتها في الفترة الأخيرة. وبالفعل دي بتبقى البلان وبتحصل تفاصيل كتيرة جدا، وبتقدر سما ولؤي ان هما الاثنين يجيبوا الغول ويسلموه للبوليس اللبناني، وبعد كده سما بتدخل السجن وميرا بتفضل موجودة مع لؤي، ورسمية بتكمل شغلها عادي جدا في المخدرات. وعايز اقول لكم انه الريس عماد بيعرض على لؤي ان هو يكمل مشوار والده ناظم الديب، بس لؤي بيرفض وبيقول له لا انا مكاني مش هنا. وبعد كده سما بتفضل موجودة فترة في السجن وبتطلع، وبتبقى النهاية سعيدة جدا ان هما الاثنين بيتجمعوا ومعاهم ميرا. كانت تكملة حلوة جدا للجزء الاول من مسلسل 2020. نادين نجي ممثلة كويسة جدا، عاملة الدور حلو قوي قوي، محمد الاحمد متألق، والكيمياء ما بينهم هما الاثنين بجد كانت هايلة. 2024 المسلسلات الحلوة السنة دي. مسلسل العتاولة. المرة اللي فاتت كنا وقفنا في الحتة بتاعت سترة وهي بتواجه خميس وبتقول له انها زهقانة من نصار، وان شايفة ان الولد ده مش تحت طوعها ومش بيساعد خضر في الشغل. حصل ما بينهم كده ايه خناقة كده بسيطة يعني. حصل بقى حاجة غريبة جدا جدا، وهي ان عيسى قال لنصار انت لو ما اديتنيش التمثال انا هبتدي اندمك على كل حد من حبايبك. والحقيقة والزين ما كذبش خبر، وفعلا بدأ بان هو قتل ابن نصار وعيشة الحقيقي اللي كان مع الراجل والست التانيين. اللي حصل بقى لعيشة ان هي اول ما ابنها الحقيقي مات هي كانت اوريدي متجننه ان نصار اتجوز حنه، وكانت غيرانه جدا، بس كانت مركزه في موضوع فارس ومركزه في موضوع ابنها التاني. فلما ابنها مات واتقتل راحت للوزان وقالت له بص انا عايزاك تتجوزني، بس بشرط انا عايزه اندم العتاولة على كل اللي هم عملوه فيا، انا عايزه حقي منهم، وانا عايزه اندمه على ابنه اللي في بطن حنه. وبالفعل الوزان مشي في الخطه اللي هو اتفق بيها مع عيشه، وراح هد الدنيا على البيت بتاعهم وفضح شاديه في الشارع وخلى جوزها يطلقها في وسط الناس. يعني حصل حوارات كتيره جدا بجد تهد العتاولة وتكسرهم جامد يعني. وبعد كده في وسط الحاره لما حصل الموضوع ده للعتاولة، سترة قررت انها بقى ايه تفجر القنبله كبيرة. وقالت لنصار قدام الناس كلها ان انت مش ابني، وان انت مش اخو خضر، وان ابوك الحقيقي هو خميس. المشهد ده لاحمد السقا كان مشهد هايل. هو عمال يقول لا 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 انا امي زعلانه مني، انا ابوس على ايدك عشان تسامحيني يا سترة، ومش عارفه تقوم زقاه وتقول له امشي. الشخصيه بتاعت سترة فريده سيف النصر عاملاها بشكل رائع. ست يعني جحده وكل اللي فارق معاها خضر، ونصار ده مش مهم خالص، معناه مربيها من هو صغير. وطارق لطفي برده رد فعله كان رائع، وشاديه اختهم كلهم قال لك لا بالرغم من ان انت بتقولي ان نصار مش اخونا هيفضل برضو اخونا. في نفس الوقت بقى عندنا البلان التانية من عيسى الوزان. جاب عيشة قال لها انا اتجوزتك وعملتلك الديل اللي انت عايزاه وكل اللي انت عايزاه، دلوقتي انا عايز منك تموتي خميس. دي الحاجة اللي هتقطم وسط نصار. فبالفعل عيشة بتروح وبتنفذ اتفاقها وبتروح تموت خميس. نصار بيروح بقى الخميس بعد ما عارف ان هو ابوه، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وخميس بيشرح لنصار هو ليه خبى عليه، وبيبتدوا يتعاتبوا ويتكلموا، بس نصار بيحس ان خميس بيموت. كان مشهد قوي جدا جدا من صلاح عبد الله ومن احمد السقا. بعد كده بقى بيروح عيسى الوزان عارف اللي هو يقتل القتيل ويمشي في جنازته، رايح هو وعيشه يعزوا نصار وخضر في خميس. وبعد كده بقى بتتوالى الاحداث الكتيره جدا، وبتبتدي بقى ايه رحله الانتقام، وخضر ونصار ايديهم في ايدين بعض، وهما الاثنين هيجيبوا حق اختهم شاديه اللي اتفضحت في وسط الشارع، وابن نصار اللي اتقتل، وابو نصار اللي اتقتل. والمشهد الحقيقه اللي في الحلقه اللي قبل الاخيره ما بين باسم سمره وطارق لطفي كان ترندنج، كان مشهد كده زي بيعملوا اعلان للحلقه الاخيره. وفي الاخر النهايه بتاعت المسلسل بتكون ان عيسى الوزان في مداهمه كده وبتحصل بيموت او بيدخل في حادثه عربيه كبيره، مش عارفين بقى هو مات بجد ولا ممكن يبقى موجود في الجزء الثاني، لان احنا عرفنا ان في جزء ثاني من العتاوله. وبنكتشف بقى ان نصار رجع التمثال للدوله، وانه الفلوس بتاعت سترة اللي سترة كانت تايهه وبتدور عليها عند ميمي جمال. بنكتشف ان نصار اصلا متفق كمان مع السبتي، وان هو متفق مع ميمي جمال، وان الموضوع كله اتفاق من الاول، وانه السبتي ما كانش بجد خاطف ميمي جمال، الموضوع كله فيلم هندي يعني. فمن الاخر في الحلقه الاخيره بنلاقي ان العتاوله تابوا، او بمعنى اصح نصار صمم ان هم يتوبوا، فبالتالي خضر كمان هيتوب. وكمان خضر بقى اللي عنده غالبا فيرو في كوميتمنت او حاجه اتجوز اخيرا ديحه، وهم الاربعه هيفتحوا مطعم سمك بتاع العتاوله، وهيبقوا بقى ايه شغالين في الحلال بعد ما رجعوا كده التمثال للدوله، والفلوس بتاعه سترة اتبرعوا بيها لكذا دار ايتام. فالموضوع بقى في الاخر ان الناس دي بادئه كده ايه على نظيف. طبعا خضر كان هيجيله هارت اتاك، طبعا هنجيب فلوس منين؟ قال له لا المحل اهو. وقامت حين لقيت له وانا الشيف
ودي قالت وانا الماركتنج. نهايه سعيده جدا وكانت لذيذه قوي قوي، وعرفنا ساعتها بقى ان سترة ماتت، بس احنا مش عارفين هي ماتت ازاي. هنشوف بقى الجزء الثاني من العتاوله هيبقى عامل ازاي وهيبقى الاحداث فيها ايه، بس انا حاسه ان هيطلع كده العيسى الوزير ما ماتش في الاخر. احمد السقا وطارق لطفي، زينه ونهى عابدين ومي كساب عاملين ادوار حلوه جدا، وباسم سمره نجم السنه دي في رمضان بيلا بينا وافهاته اللذيذه، المسلسل الشعبي نمبر 1 السنه دي في رمضان 2024. وبكده تبقى خلصت حلقتنا من تسالي رمضان. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. كنا معاكم طول شهر رمضان بنتكلم على المسلسلات اللي نزلت في 2024. اتمنى ان انتم تكونوا انبسطتوا معانا، ويلا باي من غير سلام.